كل واحد منا هو صفاء وده، الوداد عين المحبة وصفوه، وقالوا الوداد هو روح المحبة، ووصفوا الوداد هو إكسير الحياة والنجاح. كل إنسان محب ودود في طبعه، محب في قلبه، في أسلوبه ودود. الرحمة أعم وأشمل، أما الوداد فهو عين المحبة. الحب هو ما استقر في القلب، والود هو ما ظهر في السلوك.